السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. مرحبا بكم في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفه اللي حنا محتاجينها بزاف في هذا الفصل، وصفه اللي ضروري ما نستعملوها باش نحافظوا على بشره الوجه ديالنا. بالنسبه الان الجو سخون وكيف كما كتعرفوا راه الشمس حاره بزاف، كنتعرضوا لاشعه الشمس بزاف ما يؤدي الى وجود بقع سمراء في البشره ديالنا. باش نحاربوا هذه البقع السمراء اول حاجه واللي ضروري منها هي اننا خاصنا نستعملوا واقي الشمس على الاقل مرتين حتى ثلاثة في الاسبوع، يعني كل ساعتين في اليوم، يعني كل ساعتين نبقاو نعاودو نديرو واقي الشمس للوجه ديالنا باش كنحافظو على البشره ديال الوجه ديالنا. ايضا نستعملو هاد الوصفه اللي كتحارب السمرار ديال البشره وكتحيد هذيك البقع الداكنه اللي كتولي فينا بسبب اشعه الشمس. هاد المكونات اللي كنحتاجو ساهلين وبساطين بزاف. فاحنا كنحتاجو الدقيق ديال الحمص، الحمص كيكون مطحون وهذا هو الدقيق ديالو، يمكن لكم تشريوه بحال ما هكذا راه كيتباع موجود. كنحتاجو ياغورت طبيعي، الا ما كانش عندكم ياغورت طبيعي يمكن لكم تستعملوا الحليب العادي، هو من الافضل ياغورت طبيعي، ولا يمكن لكم لا ما كانش عاد تستعملوا الحليب العادي او حليب جوز الهند حتى هو يمكن لكم تستعملوه في هذه الوصفه. وكنحتاجوا ايضا نصف حامضه بالنسبه للناس اللي عندهم بشره حساسه، كما كنقول لكم دائما تفاداو تستعملوا الحامض راه يقدر يضر بالبشره ديالكم. نبداو الان طريقه تحضير الوصفه اللي سهله بزاف. فاحنا غادي ناخذوا هذا الدقيق ديال الحمص، غادي نضيفوا له قطرات من العصير ديال الحامض، وغادي نضيفوا له واحد المعلقه ديال الياغورت الطبيعي، الياغورت الطبيعي بدون سكر وبدون نكهه كيكون مسوس. غادي نخلطوا هاد المكونات مزيان حتى كنحصلوا على واحد العجين. تكون عجينه عقده شويه باش نقدروا نطبقوها على البشره ديالنا. بعد ما كنحصلوا على هاد العجينه فاحنا كناخذوها وكنطبقوها على البشره ديالنا بهذا الشكل. كنخليوها لواحد المده ديال 30 دقيقه، كنخليوها على البشره ديالنا لواحد مده ديال 30 دقيقه. فمن بعد حنا كنغسلوا البشره ديالنا بالماء الدافئ، وكناخذوا القليل من القطن كنديروه في الماء الورد وكنعاودوا نمرروه على البشره ديالنا، وغتحصلوا على نتيجه رائعه. هذه الوصفه هي غير مضره بالبشره، استعملوها مرات المرتين في الاسبوع، غادي تحصلوا على بشره نقيه وخاليه من البقع السمراء اللي يمكن تنتج لينا عن طريق اشعه الشمس. هاد الوصفه جد مفيده وجد فعاله، كنتمنى تعجبكم وتفيدكم بزاف. شكرا على التتبع ديالكم، شكرا على الوفاء ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو باش يستافدوا منه ناس اخرين اللي مازال ما شافوش، وديروا جيم لا فيديو، اشتركوا في القناه باش يبقى ديما يوصلكم جديد القناه. وكما كنقول لكم ديما للاطلاع على المزيد من الوصفات يمكن لكم تزوروا الموقع عينشافمريم.com، ايضا موقع شيواتي.com. الى اللقاء، الى فيديو قادم وحلقة قادمة بإذن الله.